سعيدة جدا بتتريب اليوم طرفتي العام من إلى جانب تلنا من بيساء الرائدة المتميزات من ديت القطعة ومن هلب النبعة. كنت هنا اليوم تصور في المرأة المغربية مناسبة سعيدة. كل سنة وأنت رائعة، كل سنة وأنت رائدة، كل سنة وأنت لست عام متميزة. كنغتفر به، كنصافوا أننا مناربة، وشكرا من القلب على هذا التكريم اللي كيعطينا حافز لاننا نشتغل اكثر واكثر واننا نروح في المستوى المطلوب. وبقت ورد جميع المشاهدين، وكنت مع الكابتن فريق واشنبرغ هيثم كامل كيبرس امينه مؤثره بالجمعيه الخيريه دار الايتام ودار المسنين. والفضل الكبير ترجع لي الاب الراقي الدكتور توفيق الفلو، وحنا فرحانين بهذه المبادره وبهذا التكريم. انا بنفسي غادي نعبر على الشعور ديالي على هذا اليوم الذي كنت ما كنتظروش بهذه الفرحه وبهذا الان التكاتل ديال النساء. والحمد لله كنشكر جميع من ساهم في هذا العرس، انا كنسميه عرس جماهير النساء، انهم فكروا وعطوا حق المراه، حق المراه والنضال ديالها.